قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. حدثنا. أيوة، يعني الآن عرفنا بعض الأسماء، اسمه محمد وأحمد، الماحي، الحاشر، العاقب. هذه خمسة من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه خمس أسماء واضحة. محمد اسمه معروف، أحمد معروف، الماحي لماذا لقب وسمي النبي عليه الصلاة والسلام بالماحي؟ لأن الله تعالى يمحو به الكفر، من يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم يمحو الله تعالى به الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. هذه نفس الشيء، إذا أنت ما تعرف معنى اللغة العربية تفهم غلط. أن يحشر الناس على قدمي إيش معناته؟ شلون بتفهمونها؟ كيف؟ خطأ. اللي يقولك أن يجتمعون على قدمي خطأ، مقصود به على قدمي أي على أثري، أي خلفي، أي بعدي. يحشر الناس على قدمي أي يحشرون بعده، يعني هو يكون الأول، هو الأول، أي أن الناس يحشرون، أنه يحشر قبل الناس والناس على أثره بعده، هذا المقصود. فهمتوا يا جماعة؟ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن يحشر خلفه وعلى أثره وعلى قدمه صلى الله عليه وسلم. أنا مجعلنا ممن يرزق اتباعه في الدنيا ورفقته في الآخرة. وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعده.